بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المحاضرة اليوم هي مختلفة عن المحاضرات السابقة التي أقدمها دائما. هذه المحاضرة سوف تتناول أشياء مهمة جدا، ما يحصل في الواقع الشيعي. إلى كل المهتمين في الواقع الشيعي، خصوصا الواقع الشيعي الاغترابي، في هذه المحاضرة التي سوف يكون عنوانها بإذن الله أولياء من ورق. المجتمع الإسلامي بالعموم، يعني سنة وشيعة، يغيب عنه الكبار خصوصا في هذا الوقت. هنالك الكثير من الكبار الحمد لله موجودين في الوسط الشيعي، وهؤلاء الكبار دائما ما يكون موجودين في المناطق التي تحتوي الحوزات. يعني مثلا في حوزات صغيرة، حتى لو كانت صغيرة، في لبنان، وفي حوزات كبيرة في العراق، وفي حوزات كبيرة في إيران. هؤلاء كل الأشخاص، أصحاب الحوزات والمتخرجين من تلك الحوزات، بيكونوا موجودين في تلك المناطق. وهؤلاء الأشخاص دائما بيكونوا مشغولين بكل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية. بس ولكن بالفترة الأخيرة صار في انحصار لدور هذه المرجعيات، لأن أشغلوا في أشياء ما كان لازم ينشغلوا فيها، ما كان لازم يشغلوا أنفسهم فيها. هذه الأشياء لأنها تعرقل الواقع الشيعي في تلك المناطق، تلك المرجعيات دخلت فيها من أجل الحفاظ على الزخم والقوة الشيعية، يعني في القضايا الإسلامية. في الواقع السني، حسب ما نراه، يعني حسب ما يراه العلماء المختصون في هذا الشيء، وصار هذا الشيء واضح جدا، هنالك أزمة حقيقية في المرجعيات السنية، يعني في مرجعيات الطائفة المخالفة أو الطائفة الأخرى من الأخوة السنة. هنالك عندهم أزمة حقيقية في وجود الكبار، يعني كبار علمائهم وكبار فلاسفتهم، والذين يقدمون والذين يواجهون على كل الصعد. لذلك نرى فقط اسم أو اسمين موجودين في العالم السني، ومعظمهم موجودين خارج هذا العالم، ومعظمهم اشتهروا من خلال اليوتيوب، يعني من خلال اليوتيوب، وبعدين صاروا يقدمون لهم حلقات وحوارات وإلى ما هنالك. في ظل هذا الغياب، في ظل هذا الغياب اللي موجود في كل الدول الإسلامية، بنلاقي هنالك بروز أشخاص موجودين كانوا على فضائيات صغيرة أو على قنوات محلية أو حتى على اليوتيوب. وهؤلاء الأشخاص بلشوا مع الوقت يكسبوا هذه الشهرة، ومع الوقت بلشوا يعلنوا أشياء جدا مخيفة، جدا جدا مخيفة. طيب، كيف يصنع الأولياء من ورق؟ ما معنى أولياء من ورق؟ أولياء من ورق يعني أولياء موجودين بلشوا بمحاضرات على اليوتيوب أو على قنوات صغيرة أو على مش كلهم، يعني أنا مش عم بتهم كلهم، لأن أنا من الأشخاص اللي بلش على اليوتيوب وموجود على اليوتيوب، ولا يوجد أي مكان آخر لي محاضرات إلا بعض الفضائيات التي تأخذ من المحاضرات وتعرضها هي بإذن أو غير إذن. بس ولكن ادعاء الخوف من ادعاء نسبة للإمام المهدي، يعني أنا بكرة من المستقبل ممكن أجي أقول لك الإمام المهدي قال لي كذا وكذا. صدق أيها الأخ، إنه إذا قلت لك بيوم من الأيام هذا الشيء، فيعني أنا كاذب. يعني ادعاء النسبة للإمام المهدي هو شيء كاذب. طيب، كيف يبدأ هذا الشيء مع المحاضر؟ خلينا ناخذ على سبيل المثال الشخص أبو علي الشيباني. أبو علي الشيباني حين انطلق من العراق، انطلق عبر قناة محلية، وكل الناس بيعرفوا قصة حياته الموجودين في العراق. وبعدين بلش ياخذ هذه الشعبية، خصوصا عن طريق علم السحر وعن طريق فك الكتب والتزويج والتسخير وكذا وكذا. بعدين فجأة انطلق بمشروعية المنادي فوق أسوار دمشق، وبعد منها ادعى أنه التقى مع أحد الأشخاص 313 وقال له أشياء، وهو أخذ أشياء وأعطى أشياء، ويعني بعد شوي رح يقول إنه كل يوم هو يجتمع على الإمام المهدي، وآخر شيء حيعطيه ولاية إنه هو الإمام المهدي. رح نوصل لهذه الفرضية يعني مع الوقت، لأن الشخص إذا لم يثبت، ما يوجد فيه تثبيت
على منهجية معينة سوف تتفاقم القصة. طيب كيف يصنع هذا الولي الذي هو من ورق، الذي أخذت هذه الفكرة من أبطال من ورق، يعني أشخاص كتبوا التاريخ وصاروا أبطال، وهذه البطولات تكونت من ورق. سوف أتكلم عن هذه القصة التي حصلت معي شخصيا، والتي بعد متابعة سنتين والكثير من التأمل والكثير من الاستقصاء، لقيت بعد، خصوصا بعد ما تكلم أبو علي الشيباني عن حديثه مع واحد من أحد الأشخاص اللي هن 313، وقال له شو بده يصير والأشياء التي يجب عليه القيام بها، شكيت بأشياء كثيرة موجودة وحصلت معي من خلال عدة أشخاص. الشخص خصوصا الأشخاص المغمورين، يعني اللي ما عندهم حضور، مش ما عندهم حضور، عندهم حضور ولكنهم يفتقرون إلى الانتشار. بلاقي إنه حصلت معي، إنه وأنا أول مرة أقولها، إنه في أحد الأشخاص من حوالي سنتين راسلني وصار يقعد يتحدث معي من ناحية التسلط، يعني يتسلط علي، مثلا يأمرني افعل كذا لا تفعل كذا. فأنا استغربت. الذين يتحدثون معي كلياتهم على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي بيعرفوا كيف، بأي طريقة أتحدث، بأي طريقة أستوعب الموضوع، بأي طريقة أعرض الموضوع. يعني لا أعرضها من ناحية الأمر ولا أخذ الأمر من أحد، لأن الأمر لله. بس ولكن هؤلاء الأشخاص، هنالك نوعيتان من هؤلاء الأشخاص. النوعية الأولى هم أتباع اليماني الكاذب اللي موجود بالعراق. أتباعه يتميزون بشيء، يتميزون أنه أول ما يجي يحكوا معك يتحدثون بالعموم، بعدين يذهبون إلى استعراض أدلة وجود الإمام، ابن الإمام المهدي، وبعدين يذهبون إلى العروضات، يعني بصيروا يعرضوا عليك أشياء لحتى تدخل أنت فيهم. وهؤلاء الأشخاص صبورين، يعني عندهم صبر من ناحية أنه يريدون جذبك مهما أنت حاولت الحديث عنهم، مهما حاولت تكلم أنه لا أريد التكلم معكم أو أعطيني أدلة أو كذا وكذا وكذا، بتلاقيهم دائما يعملون بهذه الشخصية، بشخصية الشخص الصابر، يعني صابر لحتى يقدر يستقطبك. بعد مدة من الوقت هؤلاء الأشخاص بيصيروا يعرضوا إغراءات. هذه الإغراءات مش بالضرورة تكون مادية، لا، هذه الإغراءات بتكون قرب من ابن الإمام المهدي. يعني بيقول لك مثلا أنتم من الأشخاص اللي حتصيروا قريبين من ابن الإمام المهدي، إذا صرتوا قريبين من ابن الإمام المهدي ممكن يساعدكم، ممكن كذا ممكن كذا، ممكن يجعلكم صوت له في العالم الغربي أو في العالم العربي. وهذا شيء حصل معي شخصيا، هذا شيء حصل معي قبل صعود هذا الشخص الذي يتحدث عن مثلا عن علم أحمد القحطاني أو علم ابن الإمام المهدي. بلش في عندهم يكون أوجه ممثلين، وأحد هؤلاء الأشخاص اختارني لحتى يكون ممثل لهم، وأكيد رفضت هذا الموضوع وأرفض هذا الموضوع أني أمثل هؤلاء الأشخاص المنافقين. مهم، هؤلاء الأشخاص واضحين، يعني بيفوتوا مباشرة ويتحدثون معك وبيقولوا لك هذه الأدلة وأنت بتقتنع فيها، وبعدين إذا اقتنعت فيها عندك حضور، بيلاقوا شخصيتك بالشرح، شخصيتك بكذا، عندك علم معين، فبيحاولوا يستفيدوا منه لحتى يتسلطوا به على الناس. الشخص الثاني الذي هو لا أعرف من هم بالتحديد، من هم هؤلاء الأشخاص بالتحديد؟ أرسلوا لي شخص معين، هذا الشخص اللي قلت لكم عنه بلش يتحدث معي بطريقة الأمر. فأنا استغربت أنه لماذا يتحدث معي بهذه الطريقة، فطلبت منه أن لا يتحدث بطريقة الأمر. فبعدين قال لي أريد أن أقول لك السر. وهذا السر، قال لي شوفوا شوفوا هذا السر وخطورته. وأظن أن هذا الشيء، نفس الشيء حصل مع أبو علي الشيباني وكل الأشخاص الذين جندوهم لمصلحتهم. شوفوا، قال هذا الشيء المهم. قال لي أنه أنت يا محمد مذكور برواية الإمام حسن العسكري. كيف يعني؟ قال الإمام حسن العسكري قال يأتي في آخر الزمان رجل يدعى محمد يلقب نفسه بالعبد. يعني شوفوا كيف التكتيك، كيف التشريع التجريم. يدعى محمد ويلقب نفسه بالعبد، هو ومن معه في الجنة.
فلما قال لي قال هذا الحديث، قلت له يعني هذا الحديث جدا مستغرب وجدا يعني صادم، يعني الواحد ينصدم منه كيف الإمام حسن العسكري يتكلم عن شخص مثلي أنا. يعني ما هو الذي أبلغه في مرحلة العلم؟ ومثلا في هنالك أشخاص، وهؤلاء الأشخاص يعني بتبقى تفتح كتبهم وتلاقي الزخم العلمي اللي موجود في كتبهم الذي قدموه للناس. يعني مثلا الإنسان مباشرة بصير يقيم نفسه، بصير يقيم نفسه على هذا الحديث، معقول هذا الحديث مظبوط؟ ليش يعني هل يعقل أن الإمام الحسن العسكري يترك كل أساطين العلم الذين جاهدوا في سبيل الإسلام وقدموا قدموا كل شيء، قدموا عوائلهم، قدموا مالهم، قدموا علمهم، عندهم الكثير من الكتب، عندهم الكثير من الإنتاج العلمي، يترك كل هؤلاء الأشخاص ليتحدث عن شخص مثلي؟ فيبدأ الشك يساورك من جواتي. فشو هو قال؟ قال إذا أردت أن تتثبت من هذا الحديث اذهب إلى الشيخ المهاجر. شوفوا يعني أنا لأول مرة أفصح عن هذه الأشياء لحتى أعرضها أمامكم، لحتى كل الناس تفهم ماذا يحصل في العالم الشيعي، فأعرضها أمام. فمهم قال لي اذهب إلى الشيخ المهاجر، وعنده هو كتيبات من الشهيد الصدر الأول أو الثاني يتحدث فيه عن وقت الخروج، عن موسوعة الإمام المهدي، وأنت مذكور فيه تلك الكتيبات التي كانت تنشر في وقته. فاستغربت جدا من هذا الشيء، وحتى يعني ظليت عدة أيام أتأمل هذا الشيء، يعني ماذا يريد هذا الشخص؟ لماذا يقول لي هذه الأشياء؟ وأنا متأكد أن هذا الشيء غير مظبوط، يعني غير حقيقي بالتحديد. مهم تزامنا مع هذا الشخص اللي كان موجود، كان دائما يتحدث معي، كان دائما يرسل أشياء، إيحاءات، يعني في صور، في كذا أتحدث عنها أنا، أقول له، يعني أنا أمتحنه، أقول له أشياء مغلوطة وهو يؤكدها لي، اللي مظبوط حق معك. فأنا تأكدت مع الوقت أن هذا الشخص غير صادق، هذا الشخص يريد شيء معين. فهو من خلال حوار ضلوا يبعت. أتميز الحمد لله بشغل أنه عندي نفس طويل، طويل جدا جدا جدا، فضليتني دائما ما أتكلم معه بس لحتى أستقصي الموضوع، شو بالتحديد شو بده. تزامنا مع هذا الوقت بعد فترة كمان ظهر شخص تاني عندي بالفيسبوك. هذا الشخص صار يتحدث بالإغراءات. كيف يعني؟ يعني مثلا أنت استمر في هذا الطريق، كان يتحدث عني بعيد عن هذا الشخص، استمر في هذا الطريق ونحن سوف نفتح لك قناة فضائية. شوفوا لأي درجة. فأنا استغربت، أنت استمر في هذا الطريق ونحن سوف ندعمك بكل الإمكانيات المالية. بقول من أنتم؟ مين أنتم اللي تدعموني؟ يقول نحن جماعة مؤمنون مع بعضنا ونحب أن نرى مصلحة أهل البيت وإلى ما هنالك، إلى ما هنالك. فمن خلال هذا الشيء لاحظت انه اخر شيء بلش يتحدث انه هذا الشخص اللي عم بيحاول يقول لي انه انت مذكور بحديث اهل البيت، لقيت هذا الشخص بلش يربط ابو علي الشيباني واربعة اسماء اخرى لا اريد ذكرها لان في منهم مؤمنين فعلا، والاسماء الاخرى بعضهم مشكوك بامرهم تحت الميكروسكوب. فهؤلاء قال هؤلاء كلياتهم الاربعة معاي، هم نحن اصحابه، هو مسؤول عننا، وهو دخلني بجند الإمام المهدي ومذكور بالحديث عن الإمام حسن العسكري وكذا 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 وكذا. تزامنا في هذا الوقت خرج أبو علي الشيباني وتحدث، قال شو قال؟ واحد من 313 تحدث معي وأخبرني بأشياء. أنا أشك جدا جدا الشك أنه هذا الشخص أوقع أبو علي الشيباني، يعني أخذه من ناحية إنه يريد أصوات شيعية شاذة عن الواقع الشيعي العام الذي يريده الشيعة. ليه؟ لحتى يشكل كما شكل محمد عبد الوهاب، محمد الذي أسس المذهب الوهابي في الإسلام. طيب هذه الخطورة هي خطورة مخابرات، يعني في مخابرات عم تشتغل، عم تشوف دائما على اليوتيوب، على المواقع، عم تشوف الأشخاص الذين بدأوا في الانتشار وتحاول تجنيدهم بشكل غير مباشر، وتحاول عرض أشياء مثلا تشريعية، يعني مثلا يدخلون بالشخص من ناحية الإغراء، مش الإغراء المادي، لا، إغراء إنه عم يعطيني سلطة، أنت مذكور في حديث الإمام حسن العسكري،
أنت يجب مساعدتك وفتح قناة تلفزيونية لك، أنت يجب كذا وكذا وكذا. طيب أتساءل، أدخل في تساؤل هون، بصير الواحد يشك بنفسه، هل ما يقدمه أو ما أقدمه هو خطر على التشيع؟ هل ما أقدمه هو شيء يخدم مصلحة هؤلاء الأشخاص، أو كان مطلوب مني في حال لا قدر الله أنه دخلت فيهم والله عز وجل لم ينقذني من شراكهم من خلال بصيرة معينة، أنه هؤلاء الأشخاص ممكن مثلا في المستقبل يجندونني؟ فهون بلشت دراسة أخرى، يعني دراسة صامتة للصراحة، أستعرض فيها كل الذين يقدمون محاضرات والذين ينتشرون في العالم الغربي خصوصا. وجدت أشياء مهمة جدا. أولا وجدت ناس موجودين في لندن، بغض، لا أتحدث عن قناة فدك، قناة فدك هي أمر مفروغ منها أنه تخدم مشاريع مخابراتية وكذا وكذا وكذا. أشخاص موجودين في بريطانيا يريدون أخذ الصوت الشيعي، يريدون مثلا ينتشرون بقوة في العالم الغربي من خلال اللغة الإنجليزية. قدموا الكثير من المحاضرات عن الأئمة سلام الله عليهم، قدموا الكثير من الإغراءات، من ما شاء الله علم، من نشر لمذهب أهل البيت، ولكن إذا استعرضنا الخط العام للمحاضرات نراهم أنه أول شيء ما كانوش يشجعوا أي مرجعية، مع الوقت بلشوا يشجعوا المرجعية الموجودة في إيران. فتبقى هون أشياء مساورة للشك، يعني ببلش الواحد يشك، ونحن مع حق نشك، وأنا أدعو كل الناس حتى أنه يشكوا في ليه، لتقويمي ليه، لأن الإنسان دايما خصوصا في الدين وفي فتن آخر الزمان لازم كان دايما يكون موضوع تحت الميكروسكوب. كل شيء أقدمه، كل شيء أقدمه تساءلوا عنه، كل شيء يقدمه هؤلاء الأشخاص تساءلوا عنه، لماذا غير وجهتهم؟ كان موجود من هون صار موجود من هون، كان موجود مع مناصر للقضية مثلا الفلسطينية فجأة صار يسب الفلسطينيين، يسب القضية الفلسطينية بداعي أنه هنالك فلسطينيين قاموا بتفجير أنفسهم وانتحاريين في العراق. طيب هؤلاء كلهم ما دخلهم بالقضية الفلسطينية؟ لماذا تريد مثلا أن تقرن اسم المرجع الموجود في إيران أو المرجع المقرون الموجود في العراق، تأخذ صوته، تأخذ كل الأشخاص الذين يتبعونك، بعدين تقرر عنهم من يجب أن يكونوا مع أي قضية ضد أي قضية؟ من أنت حتى تقوم بذلك، أو من أنا حتى أقوم بذلك أو أستعرض ذلك؟ الشيء الأخطر الذي يقوم به الآن خصوصا الموجودين في أمريكا، أن هنالك أشخاص موجودين، وهذه بلشت تنتشر في الفترة الأخيرة، يعني الفترة الأخيرة من رمضان الماضي حتى الآن. شو عم بيصير؟ عم بيصير أنه في أشخاص تأتي باسم جامعات علمية، يعني جامعات مثل جامعات أناربر، مثل جامعات الموجودة في واشنطن وكذا، يأتون باسم مستشارين، مثلا مستشار الحكومة بالشؤون الشيعية في الشرق الأوسط، مستشار كذا، مستشار كذا، مستشار كذا. هذه المستشارية شو بيجوا مثلا على المراكز الإسلامية بيقولوا نحن حابين نعمل مثلا في ذكرى السيدة الزهراء، وهذا حصل هون وأشهدت عليه بعض الأخوة الموجودين في الذين أقدم في المحاضرة في اللغة الإنجليزية في المركز، أشهدوا عليهم هذا الشيء. قلت لهم شوفوا، هذا الشخص اشترط على المركز انه يجي ويقدم محاضرته عن السيدة الزهراء، ونائبه المستشار، هو مستشار ونائبه مستشار، اثنيناتهم يقدموا عن السيدة الزهراء، وكلفت هذه الليالي 10,000 دولار لحتى كلفتهم، يعني كلفت، استأجروا قاعة، جابوا صوت مخصص، يعني واحد هندسة صوتيات، ودفعوا له 2,000 دولار على 3 ليالي، وأخذوا شخص موجود بالبحرين وهو يعني رجل شريف، ما دخلوه، هو ردود، وأتوا به من البحرين إلى هنا ليلة حتى يكسبوا جمهور كبير، يعني تحت اسم هؤلاء الأشخاص جابوهم لحتى يكسبوا الأشخاص الموجودين في الجالية، وبلشوا يتحدثوا عن السيدة الزهراء. طيب هؤلاء الأشخاص بعيدين النظر، يعني أول شيء بيصير في عندهم حضور، بيركبوا كاميرات، بيصيروا يستعرضوا حياة السيدة الزهراء، يستعرضوا الإمام علي وكذا كذا كذا، لا يصلوا إلى
يعني في حضور عندهم كبير، بعدين بلشوا ينطلقوا في إصدار قرارات تختصر التشيع. يعني مثلا بصير بالمستقبل بيطلع لك واحد بيقول لك الشيعة الموجودين في أمريكا غير الشيعة الموجودين في بريطانيا غير الشيعة الموجودين في الشرق الأوسط، يعني كلياتهم عدة أصوات. يعمل الآن على نسف المرجعية، خصوصا هون الموجودين هون يريدون نسف المرجعية. ليه؟ لأن يريدون إيصال الصوت، للأسف الصوت المسلم الشيعي إلى التشتت، مثل ما موجود للأسف عند إخوة السنة. الإخوة السنة هلأ اجمع مثلا 5 إخوة قعدهم مع بعض قال لهم ما رأيكم في الصلاة؟ إذا حدث كذا وكذا في الوضوء ما رأيكم فيه؟ كل واحد منهم بيصير مرجع، كل واحد منهم بيعطي رأيه الخاص، كل واحد منهم بيقول لك لا هذا أنا، لا هذا أنا. طيب على أي أساس استند ذلك؟ وفي المحاضرات القادمة في شخص في مصر للأسف، يعني بعودكم مثل ما عودكم لا أنتقد الأشخاص، بعمري ما تهجمت على أي شخص، بس ولكن هذا الشخص بدأ يتحول إلى خطر. شخص موجود في مصر وهو صغير في العمر يتحدث دائما عن القرآن وعن الأحاديث النبوية الشريفة ليس من منطق السنة النبوية الشريفة، ليس من منطق الأحاديث، بس بيقعد ويجلس يتحدث عن الآيات القرآنية من منطق فهمي. يعني ما بيقول قال كذا الإمام كذا النبي كذا، هو يتحدث عن البخاري، يتحدث عن صحيح مسلم، يتحدث عن أي شيء. وله في الشعراوي أسوة حسنة، لماذا يبتعد عن هذه الأشياء؟ يعني يريدون أن يحولون الأصوات الشيعية إلى أصوات نشاز. طيب ماذا يحصل الآن؟ شو إلى ماذا أدعو؟ أول شيء في بكل هذه الأشياء أدعو إلى أن أيها الأحبة أن تنتبهوا من تحويل أشخاص إلى أولياء. هؤلاء الأشخاص ليسوا بأولياء، حتى لو تحدثوا بطريقة جميلة، حتى لو قدموا أشياء ما شاء الله، إنتاج ضخم، عندهم إمكانيات ضخمة. يعني لما يجي شخص موجود هون في أمريكا يطلب من جامع أو من مؤسسة إسلامية أنه يستأجر القاعة 3 أيام، يأتي بردود من البحرين يكلفه مثلا 5000 دولار، يأتي بمهندس صوتيات، يأتي بشخص مخصص للتصوير ويصور هذا الاحتفال بذكرى استشهاد السيدة الزهراء، ويقول لك أنه جامعة موجودة هنا هي التي دفعت هذه التكاليف. تتساءل لماذا جامعة أمريكية تقدم مثلا علوم عادية تدفع مبلغ 10,000 أو 15,000 دولار من أجل أن يقوم هذا الشخص بمحاضرة عن السيدة الزهراء؟ تحت أي غطاء هو يقدم هذه المحاضرات؟ يعني نحن بالمحاضرات بنقدمها الإخوة اللي موجودين معي بيشوفوا قديش صعب. يعني مثلا إذا بتقدم محاضرة موجودة، مثلا أنا بحط على الفيسبوك عندي موقع المحاضرة، يعني بيبقى الشيخ مطلع روحه للواحد لحتى يقبل يقعده، وبعدين يكون في حضور بسيط لأن ما فيش إعلانات. يعني ما في إعلانات، لأن الإعلانات هنا في الولايات المتحدة تكلف كثير، يعني تكلف وبدك صوتيات وبدك إضاءة وبدك كذا فبعض الإخوة يتبرعون. يعني نحن مثلا مش بنستأجر، نجلس في أوقات في مكتبة صغيرة موجودة في المركز بيعطونا إياها فقط رفع عتب. يعني وممكن يتبرعوا الإخوة ب 20 أو 30 أو 40 دولار ونحن كمان يعني بنتبرع، بس لحتى نقدر نستمر في المحاضرات. بينما شخص بيجي وبيدفع 10,000 دولار فقط لـ3 ليالي. فهذه من الأشياء التي عليها علامات استفهام كبرى. الذي يحصل الآن أيها الأحبة صناعة أولياء من ورق. ما هو هدف؟ ما هو الهدف من هذا الشيء؟ الهدف هو تدمير التشيع. للأسف نجحوا عند إخواننا السنة في ذلك، نسفوا كل الأسماء الكبيرة، نسفوهم كلياتهم، ما بقى أحدا موجود من عندهم يستطيع الدفاع. الإلحاد ينتشر بشدة في العالم العربي كلياته، سنة وشيعة، يعني هذا الخطر ينتشر في كل مكان. ليه؟ لأنهم يتعدون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة خبيثة جدا، يتعدون على الأئمة بطريقة خبيثة جدا، يتعدون على فهمنا للحضارة الإسلامية بطريقة خبيثة جدا. وإن شاء الله مع هؤلاء الأشخاص لدينا وقفات إن شاء الله، خصوصا مع انطلاق بإذن الله جامعة آل ياسين
في الوقت القريب. طيب، إلى ماذا أدعو من خلال هذه المحاضرة؟ بالرغم من كل شيء، أدعو المرجعيات الموجودة في العراق ولبنان وفي إيران لتولي هذا الموضوع، لأن نحن نصل يعني للأسف على مفترق طرق. وأقولها مخلصا هذا الشيء، إذا لم في السنوات القليلة القادمة إذا لم نتوجه لإنشاء مؤسسة المرجعية، مؤسسة مرجعية، سوف نصل إلى مرحلة كل واحد بيصير يقلد مما بده ويفرض كل شيء، كل شيء بيفرض. ليه؟ لأننا نريد كل المراجع، مثلا المراجع الموجودين في إيران، المراجع الموجودين في العراق، المراجع الموجودين في لبنان، كلياتهم تحت مظلة مؤسساتية واحدة، كلياتهم يعني في مؤسسة هي تتولى كل شيء، وهذه المؤسسة هن بيكونوا مسؤولين فيها، يعني مسؤولين أصوات فيها. وتأتي هذه المؤسسة باختصاصات، يعني مثلا فيها مستشارين وفيها مختصين. الناحية المادية، كيف يصرف مثلا الزكاة؟ هناك الكثير من الإشاعات عن كيف يصرف الزكاة هلأ في العراق بطريقة غريبة جدا، لا أريد ذكرها لأني لست متأكد منها، بس ولكن هنالك أشخاص موثوقين قالوا لي أشياء غريبة جدا. في إيران الحمد لله يصرف الموضوع بطريقة جيدة، بس ولكن في العالم العربي يعني كارثة، كارثة بكل المقاييس. هنالك الكثير من الأيتام، الكثير من الفقراء، الكثير من الكذا وكذا وكذا وكذا، والكثير من الأموال التي تأتي إلى عدة مراجع، وهذه كلها بتروح تصرف في أماكن مش المفروض تصرف فيها حسب ما ذكر لي، بس أنا لا أدري هذه المعلومات، مش متأكد منها. لذلك يجب أن يكون هنالك مؤسسة، مؤسسة يجب أن يكون هنالك خبراء اقتصاد. كل هذه الأموال التي تأتي يجب أن تصرف في مواقعها، يعني لازم يكون في ناس موثوقين زاهدين في هذه الدنيا، لديهم شهادات، ويعينهم إذا بدهم المراجع وكذا وكذا، ويؤسسوا مؤسسة مرجعية للتكفل في أمور المسلمين الشيعة. وكمان أستعرض شيء آخر، أستعرض لكم الذين المتشيعون الذين يتشيعون هلأ من جديد خصوصا في العالم العربي. كل الناس اللي يقدمون التشيع، يعني مثلا بيحاولوا يجيبوا الناس على منهج أهل البيت، يصرفون الكثير من الوقت لحتى يجيبوهم على منهج أهل البيت، والحمد لله الكثير منهم، والحمد لله يعني الله عز وجل بنورهم قلوبهم في هذا الطريق. طيب، الكثير من هؤلاء الأشخاص بيجوا لعندي بيقولوا لي طيب تشيعنا، هلأ ماذا بعد؟ شو لازم نعمل هلأ؟ هذه الفقرة فراغ ما فيها شيء، يعني مثلا هنالك تعب كتير لحتى يوصل ليكتشف الشخص الحقيقة، وحين يكتشف الحقيقة يترك خلص، يعني روح شو بدي أعمل لك بعد، أنت تشيعت وروح. يعاني من أزمات نفسية، هذا الشخص يعاني من أزمات اقتصادية، نعرف أنه كلياتنا نحن نعاني من أزمات اقتصادية، بس ولكن أوقات إذا تحدثت أنت مع الشخص بحس حاله أنه هو عنده سند، له سند، عنده ظهر موجود، إذا في حال بده كتاب، بده في ناس بيقولوا لي ابعث لنا كتب، نحن موجودين مثلا في مصر، في تونس، في ليبيا، في الجزائر، ونفتقر للكتب. طيب ببعث لهم كتب على الإنترنت، الإنترنت بطيء، وإذا بنبعث لهم كتب بصعوبة شديدة لا توصل لهم. طيب نحن نحتاج إلى مؤسسات للوصول إليهم، لدعمهم، لتشجيعهم، لكذا لكذا لكذا، لا يوجد هذه الأشياء. هذه المحاضرة تستعرض هذه المشاكل، يعني يمكن لنا أن نستفيد بالكثير من الأشياء، لكن أنا حبيت أستعرض أمامكم هذه الأشياء أيها الأحبة. هتكون محاضرة مختلفة، ليس لتحميلكم الهم، يعني لا أريد أن أحملكم الهم، بس ولكن هذا الحديث النبوي الشريف الذي يقول من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. أستعرض أمامكم هذه الأشياء، اللي عنده صوت نافذ إلى المرجعيات أرجو منه أن يذهب إليهم، يتحدث إليهم، يقول لهم كل هؤلاء الموجودين على اليوتيوب الذين يقدمون المحاضرات، وأولهم هذا الشخص الذي أمامكم، أضع كل شيء قدمته تحت السؤال، يعني أطلب من كل الناس اللي قدموا محاضراتهم وأولهم هذا الشخص الموجود أمامكم، إنه إذا في تساؤل من المرجعيات
عن هوية ما أقدمه. هل ما أقدمه خطير؟ هل ما أقدمه صحيح؟ هل ما أقدمه خطأ؟ أن يشكل لجنة علماء، وهذه اللجنة علماء تأتي لتقييمي أولا وتقييم كل الذين يقدمون هذه المحاضرات. هل تخدم الواقع الشيعي؟ هل تخدم الواقع العلمي التشيع؟ هل يخدم هذا الشيء الصوت الشيعي؟ لأننا نريد توحيده، لا نريد أن نشكل مذاهب أخرى موجودة فوق مذاهب أخرى موجودة الآن وتنتشر للأسف، ويخرج ذلك من رحم الإسلام السني ومن رحم الإسلام الشيعي، وكذلك التفكير في يعني إيصال هذا الصوت إلى الناس الذين يستطيعون فعل شيء. إنه نحن بحاجة إلى مؤسسة مرجعية، أسماء المراجع بيكونوا موجودين فيها بهذه المرجعية، يعني بيكونوا موجودين بهذه المؤسسة بس، ولكن هم يتفرغون للعلم الديني فقط، ويتركون كل هالأشياء لمستشارين، لأخصائيين، لخبراء. جيبوهم مطرح ما بدكم بس بيكونوا مختصين وأصحاب وأهل للاختصاص. بتمنى أنه يوصل هذا الصوت، بالرغم من أنه نحن يعني في موقع، ليس في موقع قوة يعني، بس ولكن بنكون أقوياء فيكم من أن توصلوا هذا الصوت للمشايخ، للمراجع، لكل من يهتم لأمور التشيع الغربي والتشيع الشرقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.